السلام عليكم دستور وكنا دستور على اليوتيوب معنا فيديو بعنوان اخطر الهاكرز في العالم. قام بفيديو عودك اشترك القناة واضغط لايك ولا نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو. جاري ماكينن هو مهندس أنظمة معلومات قدر في بريطاني 16 شهر بداية من 2001 أنه يخترق قرابة 100 سيرفر تابع لأنظمة الجيش الأمريكي. ولك 100 سيرفر في كل ناسا الفضائية. فاتوا برامج في غاية كل ناسا ليت كل حافة سرية. العمليات بتاعتها تكون سرية مش بتعرفها في الصحفيين ولا كده. كل حاجة بتكون سرية في أنظمة ناسا دي. والأدهى من كل ده أنه سخر من الجيش عن طريق نشر رسالة على موقعهم الإلكتروني بيقول فيها نظام الحماية لديكم هو نظام. نعم شوفوا ايه بيستهز اخترق النظام ويقولهم النظام بتاعكم ايه مش قوي ولا اي حاجة. يعني ممكن اخترقه في اي وقت. امريكية في التاريخ عن طريق شخص واحد. واللي هو يعني كمان شخص واحد يعني في مجموعات بتخترق الحل كله. وفي دفاعه عن نفسه قال انه كان بسبب وجود عليه برضه في الاخر. تثبت تستر ناسا على ادلة تؤكد وجود فضائيين. وقال بعد كده انه بالفعل وجد الادلة دي. بدأ مايكل بيفن وريتشارد بيرس سنة 1994 هذه برضو يجي تاني هاكر يخترق وزارة الدفاع الأمريكي. يعني ممكن يجيبوه يعني ممكن يدفع مليارات عشان يجيبوه ده. بل وصل يكون في معلومات سرية في الجيش الأمريكي من عملاء أمريكيين سريين متمركزين في الكرة الشمالية. وسنة 1996 اخترقوا أنظمة تتبع سلاح الجو الأمريكي وناسا ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وأدى نشوف اتنين اخترقوا الحاجة واسعة جدا في الأنظمة ازاي مش عارف برضو الملفات الحساسة ونقل بعضها. وتكلفة الخسائر كانت ضخمة جدا في محاولة خبراء الجيش الأمريكي لوقف التسلل. وأخطر الهجمات بتاعتهم كانت هتؤدي لحصول نزاع مسلح ما بين الولايات المتحدة. هشوف الهاكر ده ممكن يحصل حرب ولا أي حاجة بين دولتين. ممكن ياخد ملفات سرية يديها للولايات المتحدة وكده. ومن كوريا الشمالية برضه ممكن تاخد ملفات من أمريكا توديها كوريا الشمالية. يعني ممكن يحصل حروب بسبب واحد ولا اتنين. الشمالية قيام حرب بين الدولتين. ممكن برضو زوار أمريكي جنسن أنشيتا مواطن أمريكي بس الثلاثة اللي عندي لو في الأول كلهم أمريكيين خلال أجهزة الكمبيوتر فيما يسمى بطريقة البوتنتس وهي عبارة عن الاستيلاء على شبكات خاصة من الحاسبات بيتم اختراقها والتحكم فيها من دي بقى إيه بيعمل فيروسات ده بيعمل فيروسات وبعد ما يتم ممكن يعمل فيروسات بس بضغط بضغط البنك على أجهزة صور سرية هديلة يقول لك هاتي فلوس عشان أمسح الصور وكده مستحيل. وجنسون أنشيتا واحد من القراصنة المشهورين باستخدام الطريقة وسنة 2004 بس قدر انه يستولى على اكتر من نص مليون كمبيوتر. شوفوا نص مليون كمبيوتر يستولى عليهم بسبب الفيروسات حد عايز يدمر موقع الكتروني مقابل المال. ودي برضه لحد موقع السوق السوداء تم القبض عليه سنة 2005 بيقول ليه مثلا ابعتوا لي فلوس وانا اقفل لكم اي موقع انتوا عايزينه سري من الاف بي اي. وقتها اضطر انه يتخلى عن كل المال اللي حصل عليه. شوفوا ده برضه بيحدث فلوس كتير برضه مع الكرسان وكان يخترقوا بنوك وحاجات كتير. ودخل السجن لمدة 60 شهر. السجن 60 شهر في الاخر. خالص صاحب اكبر عملية سرقة من بضاقات الائتمان واجهزة دي بقى ايه سرقة بطاقة الائتمان يعني الفلوس اللي في البنك الناس اللي حاطه فلوس في البنك هو بيسرق على طول. هنشوف بقى ايه 70 مليون بطاقة يعني ممكن يكون ملياردير. دي من البيانات وبعد كده يستخدم البيانات عشان يسحب كميات كبيره من الاموال من حسابات الضغط برضه ايه بيسحب اموال كتير. كان فيه اكتر من 4000 عضو واعضاء الموقع ده كانوا بيشتروا او يبيعوا ارقام الحسابات البنكيه المسؤوله برضه يعني الموقع بيبيع في الحسابات كل حاجه وبطاقات كل حاجه هي مزوره وكراسينا كراسينا ممكن ايه يعني اختاروا اكبر حياه الشرق الاوسط نيوجيرسي الامريكيه. ولما كان السجن مصيره قدر انه يهرب خش برضه السجن برضه في الاخر 19 عضو من اعضاء موقع شادو كرو وتم القبض عليها اخيرا سنة 2008 بوضع عليها في 2008 من 45 مليون بطاقة لا 45 مليون بطاقة تمويل سنة 2025 يطلع في 25 معروف باسم ولد المافيا كان طالب في المدرسة ولد المافيا مجموعة من اكتر المواقع الشهيرة في العالم سنة 2000 وموقع ياهو كان واحد من المواقع اخترق موقع ياهو والرجل ده محرك البحث رقم واحد في العالم وقدر مايكل انه يوقع الموقع بالكامل لمدة ساعة شوف ايه وقع لمدة ساعة وقف الموقع دي لمدة ساعة ممكن الشركة تخسر بالمليارات والملايين الدولارات كانت بتطرده في محاولة للقبض عليه وفي الاخر قدروا يوصلوا له لما كان بيتفاخر برضه يكون بيجيبوه على بس الهاكر الناس الفيفا يعني شوف اخترق الفيفا كمان امازون امازون دي شركة ضخمة في امريكا منتجات لسبعة مليون دولار وقدر والسبعة خسر الشركة خسر 7 مليون دولار تسبب خسائر اقتصادية توصل لمليار دولار على مستوى العالم وكل ده كان بيعمله وهو لسه طالب عشان هو لسه طالب بيعمل ده كله ما بقى كان كبر بقى كان ممكن يخترق حاجات ضخمة وعلى مدار سنوات كتير كان مسؤول عن اختراق مجموعة كبيرة من الخوادم وانظمة الكمبيوتر على مستوى العالم
والأولوية بالنسبة لي كانت اختراق شركات الكمبيوتر والهواتف ونسخ شلين المعلومات السرية وتعديل البيانات برضه بيسرق المعلومات وإخراج السرية من الشفرات هواتف وجمع حسابات الكمبيوترات البريد عشان الإلكتروني يبيعها بقى ويهددوا. المغلقة من خلال سرقة كلمات السر الخاصة بكل حساب وقراية كل المحتويات المتوفرة عليه، دي برضه حجم بتجري ما حد أصبح في رقم واحد على قائمة القراصنة المطلوب القبض عليهم، وتم القبض عليه بالفعل يقبضوا سنة برضه عليه في الآخر 1995 دي مع ألف إنه وتسعمية كان وستة بيعمل في وتسعين مجال الأمن الإلكتروني يقبضوا عليه. وبيساعد الشركات والمواقع في حماية الخوادم بتاعتهم من الاختراق. الهاكر أدريان دي لامونز هاكر بعد برضه تخليته أجيران عن السلطات وإخلاء مسؤوليته عن الهجمات اللي بيعملها، دي برضه لامونز بيعمل كان هجمات مركز برضه بالحواسب في الأماكن دي برضه العامة زي له فيديو على الكافيهات والمطاعم الإنترنت لأن بيروح تعرفه للمقاهي كانت ويحدد بالنسبة فيها له مهمة إنترنت جدا ويخترقها من هناك وعلى قائمة عشان الخطايا يمشي بتاعته يسيب دليل وأصبح وراه عشان مسؤول عن الشرطة يمشي تنظيم يمسكه. تحقيق مايكروسوفت ونيويورك تايمز مايكروسوفت وشركات طب الإعلام وكان سرقوا بيتسلم مايكروسوفت لمنظمة دول الحاسبات اللي عندهم يعني شوف ويسرق بيروح رقم أماكن عامة الهاتف أو يعدل أي بيخش بيانات هو للمواقع يسرق التي الحياة تم القبض أو عليها سنة يعمل أي هكر أي حاجات 2014 وبعد كده هو يمشي الشخص اللي بلغ عن يرجع عشان الهجمات يبحثوا عليه وأكبر مش عدد لاقوه من في نفس الشركات المكان اللي جم مشي. لما بلغ إنها سربت أكثر من 250 ألف وثيقة خاصة بحرب العراق وأفغانستان واللي بسببها شوف هو اتعرف الواد لهم ده بعد كده شوف بيهم هو خلص الشغل في مكان وأصبح عام بعد ماشي. كده هيروح ماشي على طول يروح في مكان الوقت ده تاني. أغلب القراصنة بيستهدفوا اختراق الأنظمة العسكرية أو الخوادم التابعة للشركات بهدف الحصول على معلومات أو حتى بهدف الاحتجاج على أنظمة الكيانات دي. بعض القراصنة بيستهدفوا حسابات العملاء بهدف الربح الشخصي، وده بالظبط اللي عمله فلاديمير ليفن لما قدر سنة شوف دي ثانية 1994 إنه يخترق ألف لوحده وسبعمية أربعة شبكة واحد وتسعين من أكبر البنوك في العالم سيتي بانك وسرق أكتر من 10 مليون دولار من يعني حسابات هو العملاء سرق عشرة وتم مليون اعتقاله دولار في الآخر في بريطانيا يعني وتم أنت إسقاطه بتبقى في تيجي المحكمة تسجل الدولية. مثلا مبلغ قليل مش تسجل بعد مبلغ سنتين كبير ونص معروف طبعا تم إن أنت تمكينه من تتجاهل. مرجع الأموال المسروقة بالكامل ما عدا 400 ألف دولار ما ها قدرش يوصل ليها، ولحد أربعمية ألف النهاردة دولار مصيره بيسرقهم بقى مكتوم. وزعم على بنوك العالم تلقائي. بالرغم من ان اسم الهاكر الحقيقي ما تمش الاعلان عنه بصوره رسميه الا ان الشرطه اليونانيه بعد ما القت دي القبض برضه على الهاكر هاكر المشهور يوناني باسم استرا سنه 2008 كشفت انه متخصص في الرياضيات وعمره 58 سنه يا لهوي وعايش في 58 بلجيكا. سنة وشغال في وتم الهاكر ملاحقه الراجل ده ايه ده لعده جرائم الكترونيه من سنه 2002 الا ان العين اتحطت عليه سنه 2005 لما اخترق شركه عسكريه فرنسيه وقام بسرقه معلومات حساسه عن اسلحه تكنولوجيه متطوره وقام بعدها ببيع المعلومات دي لبلاد خارجية وادعت السلطات انه تسبب دي في برضه خسائر يسرق للشركة معلومات العسكرية في وصلت ل 360 عسكرية مليون فرنسية دولار أسلحة الحقوق جديدة وكده الإلكترونية لمن يناضلون يعملوها. من أجل حرية التعبير حرية دي التجمع برضه هاكر وحرية دي ما الاتصال نزلت بيها ورغم برضه هذه اسمها الحرية ايه المدنية أمر ضروري بالنسبة للشعوب لكي تبني المستقبل. لن نسامح لن ننسى ده سيد هاكر ده لواحد اللي قالته جماعة أنونيمس تعبيرا عن نفسها، وبعض الناس بيعتبرهم إن هم أقوى جماعة للقرصنة في العالم كله، وهي جماعة مجموعة الهوية وبتضم عدد غير معلوم من القراصنة، دي برضه وبيستخدموا القناع منظومة عن الشهير لفيلم دي برضه نيلسون مانديلا القناع شعارهم، بتاعهم بتاع الهاكر وظهرت سنة والمجموعة ديت 2003 ومبادئهم الأساسية بتسعى لحرية الإنترنت لحرية والعدالة الإنترنت. الإلكترونية والشفافية. كوز فيز اشترك ناس ألف مشترك وضغط لايك ناس أكبر ريكورد ومع السلامة.